السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الوقت اللي تتوعد فيه المغرب تونس وتعلن على جملة من القرارات. عدد من المؤسسات المغربية تعلن على قرارات بخصوص تونس في خضم التوتر اللي عاش فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تيكاد 8. خليني أقول قبل ما نعطيكم القرارات بأنه نجاح قمة تيكاد على عكس ما يدعيه المغرب وعلى عكس ما تدعيه وسائل الأعلام مغربية من أنه فشل يعني قمة تيكاد 8، بالعكس هي نجحت. وفريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فريد بالحاج يثمن نجاح قمة تيكاد 8 ويقول حرفيا في تصريحات اليوم، يقول هنيئا لتونس لأن هذه الندوة كانت إيجابية على مستوى التنظيم وكذلك على مستوى مخرجات هذه الندوة. يوصف إعلان تونس لهذه القمة بالهام لتغطيته كل المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والتغطية الاجتماعية، وموضوع التشغيل اللي يعتبر هام جدا خاصة في إفريقيا. يقول الشباب في إفريقيا مثقف خلاق ويحتاج الدعم، لذلك علينا فتح الأبواب للقطاع الخاص للمغامرة بصفة إيجابية وخلق مواطن شغل والاستثمار. هذا معناها نجاح باهر يوصفه نائب رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط. مبروك لتونس على النجاح تنظيميا وزاد من حيث المخرجات. هشام اللومي يعلن على أن اليابانيين يرغبون في الاستثمار بتونس في عدة مجالات. أيضا هناك ترحيب بإعلان تونس ودعوة لإنشاء صندوق للاستثمار في إفريقيا. في هذا الكل نلقاو مجموعة من المؤسسات المغربية تعلن عن قرارات تخص تعاملها مع تونس. هما زوز مؤسسات مغربية أعلنوا على إلغاء مشاركتهم في بطولات رياضية بتونس بعد هالأزمة اللي صايرة بين تونس والمغرب على خلفية استقبال قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. الاتحاد المغاربي لرياضة الكاراتيه قال بأنه يلغي مشاركته في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه اللي باش تقام بين 7 و11 سبتمبر الشهر الجاي في تونس من غير ما يحدد سبب الإلغاء. بدوره نادي المكناسي لكرة السلة سيدات أفاد في بيان ليه اليوم بإلغاء مشاركته في البطولة العربية للأندية سيدات المنظمة في مدينة نابل من 20 إلى 28 سبتمبر الجاي من غير ما يقولوا الأسباب. وبطبيعة الحال كانت يعني أزمة دبلوماسية صايرة بين تونس والمغرب وبيانات من قبل الخارجية وزارتي الخارجية متاع البلدين، والأعلام المغربي شن هجوم حقير على الدولة التونسية وهجوم على الرئيس الجمهورية من خلال مقالات، من خلال تشويه قمة تيكاد، من خلال الترويج لفشل قمة تيكاد في تونس، من خلال أيضا توجيه نعوت بشعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد اللي هو يمثل الرمز، رمز معناها السيادة الوطنية في تونس. وصفه بجملة من الأوصاف في رسوم كاريكاتورية فيها إشارة زادة إلى أنه هذه القرارات ولا هذا الاستقبال وراه الجزائر ودفعت لتونس بالدولار ومش عارفة شنو، يعني مقالات وكاريكاتير تشويهي لتونس. هذا يجي رغم أنه ملك المغرب حضر مع ممثلي جبهة البوليساريو في عدة مناسبات سابقة وبصور موجودة، ووزارة الخارجية كانت أعطتهم بالضبط يعني المرات اللي حضروا فيهم مع بعضهم بالتاريخ والمناسبة شنو وكل شيء. للأسف هذا أثر ردود فعل يعني خايبة، وإحنا في تونس متحدين ونعتبر قيس سعيد هو يمثل رمزية الدولة التونسية، ولكن فما بعض الأصوات أحيانا التي تغرد خارج السرب. رفيق عبد السلام يقول قيس سعيد
بعدما خرب الوضع الداخلي وفجر كل عناصر التوتر فيه، استدار الآن لتخريب السياسة الخارجية للبلد. نعم، لدينا علاقات استراتيجية بالجار الجزائري لاعتبارات خاصة بالبلدين، وهذه الحقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر، ولكن هذا لا يعطينا أي مبرر في توتير علاقتنا بالمغرب الشقيق. نحن جزء من المغرب العربي الكبير، ودورنا يقوم على بذل الجهد في رأب التصدعات والتخفيف من حدة التوترات بين الأشقاء بدل الانخراط في الصراعات وتغذيتها. هذه هي ثوابت الدبلوماسية التونسية منذ بداية الاستقلال، وقد التزمت بها مختلف الحكومات المتعاقبة، ومن يخرج عن هذا الخط العام إنما يدمر مصالح البلاد ويدمر نفسه في نهاية المطاف. وأنا أقول بأن السيادة الوطنية هي خط أحمر، وقيس سعيد يمثل الدولة التونسية، وعندما تهاجم وسائل أعلام أجنبية رئيس الجمهورية أو تونس فهذا يمسنا الكل كشعب وكتوانسة. أيا كانت الاختلافات الداخلية متاعنا، هي شأن داخلي لا علاقة له بموقف توانسة وإلا موقف شعوبنا وإلا معناها علاقتنا أحنا في بعضنا. إذن حب نقول بأنه الأصوات اللي سمعناهم، وخاصة زيدا رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، منصف المرزوقي اللي يكتب على يعني على العلاقات المغربية والتونسية، وكيفاش زاد رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل رئيس أو زعيم جبهة البوليساريو. في هذا الخصوص نحب نقول بأنه تصريحات المرزوقي أثارت ردود فعل غريبة، وأثارت ردود فعل مستنكرة جدا جدا للتصريحات متاعه. خليني أقول لكم بأنه القيادي بحركة البعث صهيب المزريقي يعتبر بأنه من غير المقبول أن يحمل الرئيس السابق المنصف المرزوقي وزر الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، وهو الذي أدخل بلادنا في سياسة المحاور حسب تعبيره. ويقول المزريقي في تصريحات للشروق أونلاين أنه من استقوى على تونس بالخارج لا يحق له التكلم على السيادة الوطنية، ومن أدخل تونس في سياسة المحاور عليه الصمت في أمور يجهلها، لأن عقله لا يتجاوز مؤتمر أصدقاء سوريا الإمبريالي للتآمر على القطر السوري الشقيق وبيع أسير الحرب البغدادي المحمودي لميليشيات ليبيا وتخابر مع بعض الدول الأوروبية لإفشال القمة الفرنكفونية في جربة. وبخصوص الأزمة الدبلوماسية مع المملكة المغربية، قال المتحدث إن الجهة المكلفة بتوجيه الدعوات هي الاتحاد الإفريقي وليس تونس، وأن اجتماع عقد في الغرض في منتصف جويليا الماضي، حيث أن المغرب التزمت حينها الصمت. ويقول إن المغرب لطالما كانت تتغذى على حساب الأزمات التونسية، ولعل القفزة الاقتصادية الأخيرة لها بين ضعف الدولة التونسية بعد ثورة دليل على ذلك، وبالتالي عودة تونس قد تضر بالاقتصاد المغربي، وهو ما جعل النظام المغربي يسعى جاهدا لإفشال القمة. وخلص المتحدث إلى أن موقف النظام المغربي مدفوع من قبل أطراف خارجية لتفكيك المغرب العربي والعمل.